صناديق الانتخاب ويقوم بواجبه العقائدي باختيار الرئيس القادم للمجلس. طيب أعطانا هناك أيضا تصريحات لمسؤول في اللجنة العليا للانتخابات بأن هناك إحالة لمن لم يصوتوا للنيابة العامة، هل أثر ذلك على التصويت؟ بالعكس، ما عمليات التصويت لم تتغير، ولكن هناك حالة من الغضب لدى الوافدين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم منذ الأمس، والذين كانوا يحاولون دخول اللجان ويؤكدون أنهم أدوا بأصواتهم في هذه اللجان من قبل خلال القاضي بالنسبه لفريق المستقبل علينا القوى السياسيه بعد عزل رئيس مرسي، لكنهم فوجئوا بان اسمائهم غير مدرجه في جداول الناتبين وانهم لا يحق لهم ان يصوتوا لانهم لم يقوموا بعمليات التسجيل في الشهر العقاري. هي مشكله كبيره جدا هنا في السويس، اعداد الوافدين في هذه المحافظه اعداد كبيره منعت وحرمت من الاداء باصواتها في هذا الاستحقاق الانتخابي. شكرا لك عطية نبيل مفتي بي بي سي للسويس. مستمعينا الكرام، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام دعا المصريين السبت الماضي وقبل البدء في التصويت للمشاركة بقوة وإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مراعاة لما قال عنها مصلحة البلاد واستقرارها. وفي المقابل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الملقسية قبل أيام وقبل بدء التصويت أيضا تحدث عن ضرورة مشاركة الرجال والنساء الأقباط في التعبير عن رأيهم بعد قراءة برامج المرشحين وكذلك الإدلاء بأصواتهم ليساهموا في بناء الوطن على حد قوله. أيضا هناك تجاذبات حول فتاوى صدرت من بعض علماء الدين كالشيخ يوسف القرضاوي بمقاطعة الانتخابات، وهذا الجدال مستمعينا الكرام يعني ربما كان يسبق الانتخابات الرئاسية، ولكن نتحدث عنه في هذه التغطية الخاصة في هذه الساعة.